أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذن المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان تلملم حقائبها مغادرة وتفسح المجال للاستعداد للمرحلة الثانية. نحن في اليوم الأخير من جولة الإعادة المرحلة الأولى، لكن ما يمنعش نستعرض مع حضراتكم حقوق الناخب وواجبات الناخب استعدادا للمرحلة الثانية. من المهم أن حضراتكم تبقوا عارفين كل هذه المعلومات. خلينا نستعرض في البداية حقوق الناخب. إيه حق حضرتك وانت رايح تدلي بصوتك؟ أولا أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ختم اللجنة في منتهى الأهمية. الحق الثاني من حقوق الناخب أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يقدر من خلاله أنه يبدي رأيه في سرية تامة. أما الحق الثالث من حقوق الناخبين هو ألا يؤثر أي من الأشخاص الموجودين داخل مقر اللجنة الفرعية على صوت حضرتك أو على وجهة صوت حضرتك. بالنسبة للناخبين المكفوفين أو غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لن يتمكنوا من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الانتخاب، عندهم اختيارين. أولا إن هم يبدوها شفاهة لحد من أعضاء اللجنة، وممكن هم يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة أو إن هم نفسهم يلجأوا لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة علشان يساعدهم في إثبات رأيهم أو التصويت للمرشح اللي هم عايزينه. طيب ننتقل لواجبات الناخب. زي ما لحضرتك حقوق، عليك واجبات من المهم أيضا نستعرضها مع حضرتك. أولا استحاب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية. الواجب الثاني أو العنصر الثاني عدم حمل أي سلاح داخل جمعية الانتخاب. ثالثا أنه اتباع التعليمات اللي بيحددها رئيس اللجنة الفرعية، لأنه هو في الأول وفي الآخر المسؤول عن حفظ النظام داخل اللجنة. أربعة وأخيرا حظر أي دعاية لأي من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية بما في ذلك البوح بأسماء المرشحين أو القائمة اللي حضرتك هتختارها أو اللي اخترتها. ده كان استعراض لأبرز حقوق وواجبات الناخب استعدادا زي ما قلنا للمرحلة الثانية. ما زلنا في إطار التغطية لجولة الإعادة في يومها الأخير. بعد لحظات ألتقي حضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، واستعراض لموضوعات الصحافة ومنشطات الصحافة مع الأستاذ محمد الصياد وهو الصحفي المختص بالشؤون البرلمانية. بعد الفاصل.